إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. احتفلت الممثلة المصرية هنا الزاهد بعقد قرانها على زميلها الممثل المصري أحمد فهمي، حيث نشر عمر طلعت زكريا أول صورة للزاهد من القران، بدت فيها وهي ترتدي الطرحة وكان عمر إلى جانبها، وعلق زكريا على الصورة بالتالي: مبروك يا شقيقتي، كاتب الكتاب أحلى وأجمل عروسة في الدنيا، ربنا يتمم لك على خير. يذكر أن قصة حب مميزة جمعت كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد المشاركة بأعمال فنية سويا، ومن المقرر أن تتوج بالاحتفال بالزواج اليوم، حيث سيقام حفل زفاف مميز في أحد الفنادق.